لخصنا النهاردة عن فيلم The Grandmother اللي بيتكلم عن عارضة أزياء في بداية مشوارها اللي بتتعرض لصدمة لما بيجيلها مكالمة يبلغوها فيها إن جدتها الوحيدة ابتدت إنها تعاني من مرض الزهايمر. ساعتها بتضطر إنها تسافر لها وتعتني بيها، بس للأسف بتتفاجئ إن أكتر شخص بتحبه في الحياة وكانت دايما بتحافظ على راحتها هتكون سبب تعاستها في الحياة اللي جاية. بس يا ترى ده هيحصل إزاي؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. مربع اللي تحت تدوس عليه وخليك جدع. نبدا الفيلم مع الجده بيلير. وقتها كانت بتبص في الساعه بتاعتها واللي كانت مظبوطه على الساعه 8. وقتها كانت بتمارس حياتها اليوميه وبتشرب قهوتها الصبح وبعدها بترجع لبيتها. بس اول لما بتدخل بتلاقي هديه موجوده على الترابيزه وكمان تورته فيها شموع. ده معناه ان كان حد موجود وكمان بيعمل عيد ميلاد. بس المفاجاه ان موجود جنبهم جسم صاحبتها اللي كانت في نفس عمرها اللي كانت ميته. لما بتقرب منها بتلاقي جنبها صندوق غريب فيه ضفيرة من الشعر الأصفر وسطها صورة حفيدتها. بنفس البنت دي بتظهر فجأة من وراها وكمان بتديها هدية غريبة. بس الغريب ان بيلير كانت في قمة سعادتها اول لما شافتها وادتها الهدية. وبننتقل بعدها لسوزانا اللي كانت بتحاول تبقى عارضة ازياء مشهورة. في خلال الوقت ده كانت بتحافظ انها تتصل بجدتها عشان تعتذر لها انها مش تقدر تيجي عيد الميلاد بتاعها. وقتها بتستغرب لما بترن عليها كذا مرة ومش بترد عليها. في يوم من الايام لما بيجي لها فرصة عمرها وتكون مع اصحابها بيتفقوا معاها على ميعاد معين واللي هتقابل فيه الشخص لا يخليها عارضة ازياء مشهورة. بس فجأة بيرن تليفونها من مستشفى من مدريد بيبلغوها ان جدتها عملت حادثة وكان لازم وقتها يتصلوا بيها عشان يعرفوها وكمان لازم تجي لها عشان تطمن عليها. ده لانها قريبتها الوحيدة. وقتها سوزانا ما كانتش عارفة تعمل ايه، بس طبعا ما بتترددش انها تاخد اول طيارة وتسافر مدريد وبتنزل من الطيارة على طول للمستشفى. هناك بتقابل الدكتور المسؤول عن حالة جدتها اللي بيبلغها انها تعرضت لنزيف في المخ وده كان سبب ان يتلف جزء كبير من دماغها. ده هيأثر على جزء كبير من حركتها كمان تصرفاتها وكلامها. احتمال كبير قوي انها ما تفتكرهاش وده هيخليها تحتاج حد دايما يكون جنبها عشان يساعدها. يديها الدكتور مكان مركز يقدر تحط جدتها فيها عشان يعتنوا بيها. بس بترفض سوزان وبتقول له انها هتلاقي حد يقدر يعتني بيها. بتاخدها بعدها سوزان وبتطلع على بيتها. لما بتحاول تقيد نور البيت بيفضل يقطع ويجي كذا مره. ده اللي بيخليها تروح للشبابيك البيت كله وتبدا تشيل الستاير من عليه. واول لما البيت ينور بتتفاجئ ان جدتها مش موجوده على كرسي العجل. مفاجاه انها بتلاقيها واقفه قدام لوحه غريبه. ساعتها بتروح لها سوزان وبترجعها مره تانية. واللوحه دي بتكون صورة جدتها وهي صغيرة وبتقعدها قدام التلفزيون عشان تضيع وقتها. بتاخد سوزان الشنطة بتاعتها وبتروح للأوضة اللي كانت فيها وهي صغيرة بترجع تستعيد ذكرياتها القديمة. بس بتستغرب وقتها سوزان لما بتخش الحمام بتلاقي ان المراية اللي موجودة متشالة. لما بتخرج بره كانت أول حاجة تشتريها هي مراية. لما بترجع البيت وبتسرح لجدتها بتقرر انها توريها شكلها في المراية. بترجع بعدها تعلق المراية في الحمام. لما بترجع سوزان بتتصل بأصحابها اللي موجودين في باريس بتعتذر ليهم انها مش تقدر تحضر التصوير. بس بيفاجئوها وقتها ان زميلتها زوي حلت مكانها وكمان خدت الفرصة اللي سوزان مستنياها بقالها فترة. وطبعا سوزان كانت أهم حاجة عندها هي جدتها. لما بتكون معاها وبتبدأ تأكلها فجأة بتبدأ جدتها تتخنق. بتحاول وقتها سوزان تساعدها بكل الطرق. بعد محاولات كتير بتنجح انها تنقذها وبتاخدها بعدها وبتنيمها على سريرها. بتلاحظ سوزان ان جنب سريرها موجود عروسه شكلها غريب. لما بتسيبها وترجع الحمام فجاه بتسمع جدتها وهي بتصرخ. بسرعه بتجري على اوضه جدتها وبتحاول تهديها. وبعد لما بتساعدها بترجع لاوضتها وبتنام. نتفاجئ وقتها ان في حاجه موجوده معاها في الاوضه اللي بتبدا انها تسحب الغطاء اللي كان موجود على سوزان وكمان بتبدا ايد شكلها غريبه تقرب منها. لما بتحاول انها تدخلها في بقها بتفوق سوزان. طبعا ساعتها ما كانش في اي حاجه موجوده حواليها. لما بتخلي جدتها تتفرج على التلفزيون مره تانية بتستغرب وقتها ان جدتها بتضحك بشكل هستيري ومش عايزه تتوقف لدرجه انها مش عايزه تبلع الاكل اللي في بقها. وده اللي بيخلي سوزان تقفل التلفزيون ورغم كده جدتها ما بتوقفش الضحك. وطبعا ده اللي بيخلي سوزان تستغرب من تصرفات جدتها. لما بتبص على الساعه اللي موجوده على الحيطه بتلاقيها ثابته على الساعه 8. ده حال كل الساعات اللي موجوده في البيت اللي كان كلها واقف على الساعه 8. طبعا دي حاجة غريبة لازم سوزان تقلق منها. لما بيكون سوزان في الحمام بتسمع صوت جاي من اوضة جدتها. طبعا بتضطر انها تخرج عشان تطمن عليها. بس بتتفاجئ وقتها ان في شخص غريب قدر ان يدخل البيت وكمان قاعد مع جدتها. اول لما بتشوفها بتروح لسوزان وبتحضنها.
الملامح اللي كانت على وش زوزن دليل على انها ما تعرفهاش. لما بتسألها هي مين بتقول لها انها ايفا اللي تبقى حفيدة صاحبة جدتها اللي كانوا قريبين قوي من بعض، وتقول لها انها كانت دايما متعودة تزور جدتها في غيابها عشان تطمن عليها وتساعدها وكمان بخرجها. لما بتسألها سوزان على جدتها بتقول لها انها ماتت. بعد لما بتمشي ايفا بتحاول سوزان تعمل سيرش على النت ان توصل لحد يساعد جدتها ويهتم بيها. بتتصل وقتها بكذا رقم، رغم كده كل الارقام اللي كلمتهم بيرفضوا انهم يجوا. في النهاية بتقبل واحدة انها تيجي وتخدم جدتها. بعدها بترجع جدتها لاوضتها وبتطمن انها نامت وبتسيبها، بس بتتفاجئ بعدها لما بتسمع صوت باب الشقه وهو بيتفتح. لما بتروح لغايه الباب بتلاحظ ان جدتها هي اللي واقفه قدام الباب، كمان بيتكلم حد واقف بره. لما بتروح سوزان عشان تشوف مين اللي واقف ما بتلاقيش اي حد. لما بترجع تدخل الشقه مره تانية ما بتلاقيش جدتها في مكانها، وبتلاقي انها راحت للطرقه فجاه، وبيرجع باب الشقه انه يتقفل لوحده. لما بترجع وبتبص على جدتها ما بتلاقيهاش. ده اللي بيخليها بسرعه تروح لاوضه جدتها، بس بتتفاجئ انها نايمه على السرير، ان الشباك اللي حاولت تقفله قبل كده في اوضتها مفتوح للمره التانيه. بترجع سوزان وتقفله، بترجع تطفي النور وبتسيب الاوضه. بس الغريب انها بعد لما بتخرج من اوضه على طول وتتحرك لاوضتها بتسمع باب اوضه جدتها يتفتح لوحده. طبعا سوزان بتتحرك جوه الاوضه عشان تشوف مين اللي موجود. لما بتقيد النور وبتبص لجدتها بتلاقيها نايمه على السرير وفاتحه بقها ومش عارفه تتنفس. لما بتبص على بطنها بتلاقيها منفوخه وشكلها غريب، كمان حاجه بتتحرك جواها. طبعا سوزان بتتقدم اللي شافته وبسرعه بتتصل بالاسعاف عشان يلحقوها، بس فجاه بتهدى جدتها ولا اكن اي حاجه حصلت. طبعا سوزان بتخرج بره الاوضه وبتبقى مش عارفه هي هتعمل ايه ولا فاهمه ايه اللي شافته من شويه. خلال الوقت ده بتاكد لاصحابها انها ترجع في اقرب وقت. طبعا سوزان كانت مصدومه من اللي شافته وابتدت وقتها انها تخاف. في تاني يوم بتكون سوزان مشغله التسجيل بتسمع اغنيه، وبتفتكر وقتها انها كانت حاطه بوستر الاغنيه في نفس اوضتها، انها مخبيه ورا البوستر مفتاح. مفتاح ده بتفتح بيه البوم مخبيه في نفس الاوضه اللي موجود فيه رسومات ورسائل هي عاملاها وهي صغيره. تفتكر وقتها يوم عيد ميلادها لما كانت صغيره. في اليوم ده جت صاحبه جدتها جولييتا اللي كانوا اصحاب من فتره كبيره قوي، كمان بتحضر عيد الميلاد ده ايفا واللي كانت حفيدتها. بتفتكر ان في يوم عيد الميلاد ده قصوا شعرهم هما الاتنين. ابتدت سوزان بعدها تشوف رسومات في الالبوم شكلها غريب، ولما بترجع تقعد مع جدتها بتحكي لها على الالبوم اللي شافته، كمان بتجيب لها سيره صاحبتها جولييتا، وبتقول لها انها من بعد حفله عيد الميلاد ابتدت تخاف منهم، كمان ابتدت تجيلها احلام غريبه. بتنزل بعدها سوزان وبتكلم اصحابها وبتقول لهم انها ترجع في اقرب وقت. ولما بترجع البيت مره تانية بتلاقيش جدتها في نفس المكان اللي سابتها فيه. لما بتحاول انها تدور عليها في كل مكان برضه مش بتلاقيها، وبسرعه بتاخد بعضها وبتنزل الشارع لانها اكيد تحت. بتفضل تدور في كل مكان تحت وبرضه مش بتلاقيها، ومش بتبقى عارفه تعمل ايه ولا تتصرف ازاي. وبعد لما بتيأس بترجع البيت مره تانية وتقرر انها تبلغ الشرطه عن اختفائها، بس بتتفاجئ بعدها لما بتخش الصاله وبتلاقي جدتها قاعده. ولما بتحاول تعرف منها هي كانت فين طبعا مش بترد عليها. بعد لما بتوصلها اوضتها وبتطمن انها نامت فبترجع سوزان لسريرها وبتنام هي كمان، بس فجأة بتصحى من النوم على صوت الرعد اللي جاي من شباك اوضتها واللي كان مفتوح. بتضطر انها تقوم وبتقفل. ولما بترجع لسريرها وتبدأ انها تنام تصحى على صوت البرق مرة تانية بس جاي من مكان تاني. ولما بتخرج للصالة وتيجي نظرها على ايديها تنصدم وقتها لما بتلاقي ان الجلد بتاع ايديها انكمش، كمان اتحول لجلد واحدة عجوزة. لما بتكمل ماشي في الشقة بنلاحظ ان شعرها بيض وكمان سنانها ابتدت تقع، وبتبدأ وقتها انها تكبر بالسن بشكل غريب لدرجة انها مبقتش عارفة تمشي. في النهاية بتقع على الأرض. لما بتبص على باب الشقة بتلاقي إن إيفا واقفة وراه، بس بيطلع إن ده كله حلم وبتفوق سوزان من حلمها. لما بتقوم بتتفاجئ إنها موجودة في أوضة غير أوضتها، لأن الحقيقة إنها موجودة على سرير جدتها. بتخرج بعدها بره الأوضة وبتبدأ إنها تدور عليها عشان تتفاجئ إنها تلاقيها في السرير اللي نايمة عليه وكمان واخدة العروسة بتاعتها. ودي كانت الحاجة الأخيرة اللي يخليها تعجل برحلتها لباريس مرة تانية، خصوصا بعد لما بتجيلها ممرضة اللي هتهتم بجدتها طول الوقت. ساعتها بتقول لها إنها تسيبها دلوقتي وهتجيلها تاني يوم عشان تظبط أمورها. لما بترجع لجدتها بتلاقيها واقفة قدام الشباك وبتعمل حاجات غريبة عن طريق إيديها الاتنين. لما بتقرب سوزان منها بتلاقيها بتقول كلمات مش مفهومة، وفجأة بتبدأ إنها تصرخ في وشها، وبتسمع سوزان صوت جاي من الشارع، وبسرعة بتنزل تحت عشان تشوف إيه اللي حصل، عشان تتفاجئ إن الممرضة اللي كانت لسه عندها واللي كانت هتجيلها تاني يوم تقعد مع جدتها، للأسف عملت حسها بشكل غريب وماتت. طبعا سوزان وقتها كانت شاكة إن جدتها هي اللي عملت كده.
بتفضل بعدها ماشية في الشارع وكانت خايفة ترجع البيت، لدرجة انها بتروح مطعم وبتفضل قاعدة فيه. الموظفة بتجيلها وبتقول لها انهم خلاص هيقفلوا، تفضل وقتها تعيط لانها مش عارفة هترجع فين، بس بتفتكر وقتها الورقة اللي ادها لها الدكتور اللي كان فيها المكان الخاص برعاية المسنين. وبعدها بتقرر انها ترجع البيت مرة تانية، بتلاحظ وقتها ان جدتها مستنياها في الشباك. وفي تاني يوم فعلا بتنقلها سوزان لدار المسنين، وبتبدأ انها تجهز لها الاوضة اللي هتقعد فيها في الدار، وبتقول لها انها هتجيلها زيارة من الفترة للتانية. لما بترجع سوزان للبيت بترجع تتصل باصحابها، بتأكد لهم انها هترجع خلاص لباريس. لما بترجع المطبخ وبتبدأ انها تعمل لها عشاء، للأسف الحلة اللي كانت بتعمل فيها بتولع، وبسرعة بتسمع من الاخبار اللي كانت على التلفزيون ان في حريقة كبيرة قامت في دار المسنين اللي موجود فيها جدتها، وان للأسف مفيش اي حد قدر ينجى من الحريق ده. طبعا سوزان كانت مصدومة لانها بالشكل ده هي اللي قتلت جدتها بنفسها، وبسرعة بتحاول تتصل من المستشفى عشان تتأكد من الكلام. بس الصدمة انها لما بتعدي على الصالة بتلاقي حد قاعد، لما بتفتح النور بتلاقي اللي قاعد ده هو جدتها. طب جات ازاي؟ طب قدرت تنجى من الحريق ازاي؟ ده اللي سوزان ما كانتش قادرة تفهمه. طبعا ما كانش قدامها غير انها تلم شنطها وتهرب بسرعه، بس في اخر لحظه رغم كده بيصعب عليها جدتها ومش بتبقى قادره انها تسيبها لوحدها، بترجع لها وبترجع تاكلها. المره التانيه في وسط الاكل جدتها بتتخنق، بس المره دي سوزان بتقرر انها ما تساعدهاش، تسيبها انها تواجه مصيرها وانها تموت، وده طبعا بسبب تصرفاتها الغريبه وافعالها اللي كانت سوزان خايفه منها. ولما بترجع لها فعلا مره تانيه بتلاقيها اتخنقت وماتت. المفاجأة ان الساعة وقتها كانت 12، اليوم ده هو عيد ميلاد جدتها اللي كان نفس يوم عيد ميلادها هي كمان. بتتصل بعدها سوزان بالدكتور عشان يجهز تصاريح الدفن، لما بتقفل معاه بيرن تليفون البيت فجأة، بيطلع ان اللي موجود على التليفون هي ايفا. لما بترجع سوزان تبص على الاكل بتلاقيه كله دود اللي كان منتشر على جدتها هي كمان. للأسف فجأة بيقطع نور البيت كله، وتحاول وقتها سوزان تستخدم كشاف موبايلها عشان تنور، بتلاحظ ساعتها ان في شمعة وحيدة قايدة قدام صورة جدتها. لما بتحاول انها تنفخ فيها وتطفيها كذا مرة مش بتطفي، تضطر وقتها انها تشيل الشمعة خالص، بس فجأة بتفضل الشعلة متعلقة في الهواء، بترجع تضلم مرة تانية. لما بتولع على سوزان كشاف الموبايل وتشوف العلبة اللي تحت الشمعة، بتلاقي صورتها وهي صغيرة ومتحوطة بالضفيرة بتاعتها اللي جدتها قصتها في عيد ميلادها. ولما بترجع تنور الكشاف وترجع للصالة عشان تشوف جدتها مرة تانية، فللأسف بتتفاجئ انها مش موجودة في نفس المكان اللي سابتها فيه. بتفضل ماشية بالكشاف لغاية لما توصل للحمام، عشان تنصدم بعدها لما بتلاقي في شرخ ينتقل من مكان للتاني في سقف الحمام، لغاية لما بيفضل ماشي وفي النهاية بيوصل المراية الوحيدة اللي كانت معلقاها في الحمام، اللي بتتكسر ساعتها لكذا حتة، وبيظهر من وراها عين جدتها، وكمان بيخرج منها ايديها وبتحاول تمسك سوزان من شعرها. طبعا سوزان بتجري بسرعة لباب الشقة وبتحاول تفتحه بس ما بتقدرش، تلاحظ بعدها ان كل ساعات البيت بتدق الساعة 8. فجأة بتظهر جدتها من الضلمة، وبتبدأ انها تجمد سوزان في مكانها، وبتمسك العروسة الغريبة اللي كانت دايما موجودة جنب سريرها، اللي عن طريقها بتبدأ تتحكم بجسم سوزان فيها، لغاية لما بتوقعها على الأرض. وفي اللحظة دي تليفونها بيرن، بس بتلاحظ وقتها سوزان ان جدتها بتبدأ انها تقرب منها. طبعا سوزان ما كانتش قادرة انها تتحرك، بتبقى متثبتة على الأرض وفاتحة بقها، لغاية لما بتقف جدتها عند راسها، بتفتح هي كمان بقها اللي بيخرج منه حاجة شكلها غريب، نفس الحاجة دي بتخش جوه بق سوزان. بعدها على طول بيرجع نور الشقة زي ما كان، وكمان بترجع سوزان انها تقوم مرة تانية، بتبدأ بعدها انها تقرب لجسم جدتها، بتقول لها في ودنها جسمي ليكي. بيتحول بعدها الطابلو على الحيطة لصورة سوزان، كمان بتكون ايفا موجودة جنبها. طبعا ده معناه ان جوليا وبلير ضد سوزان وايفا، ما الاتنين استخدموا السحر الاسود عشان يقدروا يخشوا جوه جسمهم. بس كده يا سيدي، دمتم في امان الله، كل اللي وصل للاخر انتوا احلى واجدع ناس.